سؤالنا في هذه الفقرة المهمة واللي تهم الكثير من الناس اللي عندهم رأس مال ويرغبوا في إطلاق مشروعهم الخاص، ما هو المجال اللي ممكن تختاره؟ طبعاً شيء لازم يكون قريب من اهتمامك مثلاً، أو مجال آخر سمعت إنه ممكن يحقق عوائد. الإحصائيات تقول إنه 33% من الشركات الصغيرة تفشل في أول عامين لها بالسوق، أما سر الصمود ما بعد الانطلاقة يتعلق بالكواليس ويبدأ من الفكرة نفسها. طيب كيف تختار مجال استثمارك؟ هذا هو نقاشنا اليوم مع الزميلة سمر الماشطة في قسم الاقتصاد اللي راح تدينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. لكن ما هي أنجح مجالات الاستثمارات للشركات الناشئة؟ الجواب مع الزميلة ريان الظاهر. تفضل يا ريان. شكرا يا ريم. تختلف اهتمامات المستثمرين حسب احتياجات كل سوق، لكن بعض القطاعات تحقق مكاسب في أي مكان حول العالم. إليكم بعض الأفكار لمشروعات صغيرة رابحة. عربات الأطعمة من الآيس كريم إلى الساندوتشات، الطلب عليها مستمر وفي ارتفاع، ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي إلى 7 مليار دولار بحلول 2029. خدمات الغسيل والكي مستمرة في النمو حول العالم، وأكبر سوقين عربيين مصر والسعودية. وفي مصر حققت إيرادات بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال 2023، وفي السعودية حققت 1.1 مليار دولار في نفس العام بحسب ستاتيستا. مغاسل السيارات أيضا من القطاعات التي تتمتع بشعبية كبيرة عالمية في عالم الاستثمار، ومن المتوقع أن يرتفع حجم السوق العالمي نحو 44 مليار في عام 2032. أخيرا من المشروعات المهمة أيضا صيانة الأجهزة الإلكترونية، سوق قوي ومن المتوقع أن ينمو حتى 10 مليار دولار في 2028. الآن عودة إلى ريم. ممكن. شكرا لك يا ريان. أعود وأرحب بالزميلة الصحفية في قسم الاقتصاد سمر الماشطة، وأيضا الزميل أسامة اللي راح يشاركنا في هذه الفقرة لأنها فقرة تهم الجميع صراحة، خصوصا للناس المبتدئين. جوابا على سؤالك الأسبوع الماضي بالضبط، يعني أنا كنت بأسألك إنه الآن أنا حابة أدخل مجال الاستثمار في شيء ما، لكن ما الذي يحدد هذا المجال؟ هل هو الشغف أم متطلبات السوق؟ طيب بداية ريم، يعني اليوم هناك نوع من الكثير من التمويه على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا للأجيال الجديدة، أنه اتبع شغفك اتبع شغفك، إذا أنت شغوف بشيء معين رح تنجح. هذا للأسف كلام مو صحيح، يعني هذا كلام مضلل. المفروض يكون في توازن بين متطلبات السوق اللي هو أهم شيء نلاقي وبين الشغف. طيب. بس ما يكون كل شغف أو كل 70% يمكن يكون متطلبات السوق و 30% شغف. احنا نوظف شغفنا بالمشكله اللي موجوده في السوق. نلاحظ مثلا انا شغوفه في مجال لنفترض البيع الازياء، طيب لنفترض انه انا شغوفه في مجال اشوف لي مشكله في هذا المجال، وين في مشكله انا اقدر احلها بحيث انجح وبعدين اطبق شغفي. لنفترض شغف في التصوير، اقوم استخدم هذا الشغف في حل هذه المشكله، بس ما أركز عفواً أنا شغفي التصوير أروح أفتح بزنس في مجال التصوير وخلص. هناك منافسة عالية جداً. مصبوع. ما يكون شغفي في مجال الرسم أروح أفتح. طيب يعني إذا خلينا نتكلم عن الخطوات الأساسية اللي يجب أن أتبعها. صحيح. حتى أدخل في هذا الموضوع. نعم. بداية ذكرتي موضوع الشغف، وأيضاً نقطة أخرى وهي متطلبات السوق. نعم. والإمكانات النمو. الآن إحنا نروح نسوي دراسة. اليوم في كثير عندك تولز موجودين على الإنترنت على الواتساب إنه تعمل دراسة معينة لتحديد. مثلاً ذاك المرة التقينا بشباب في ستيب كونفرنس عاملين آب تطبيق شلون تجد باركينج فاضي في المولات مثلاً. هلا بغض النظر إذا شركة حتنجح أو لا، بس هم حسوا في مشكلة في هذا القطاع، إنه أنا لما أحاول أروح على مول اليوم أو أحاول يمكن برا، هذه أكثر من عندنا في المنطقة، إنه لما تحاولين تباركين في إحدى المدن الرئيسية تواجهين مشكلة. فأولاً أروح أشوف شنو هي المشكلة، بعدين أجي أشوف كنا بعتها ابدأ بتحديد قطاع يثير اهتمامك. مزبوط. هذه تكلمنا عليها. طيب الخطوة الرابعة
إذا ممكن بس نمشيها، حدد مشكلة في القطاع الذي تنوي دخوله وفكر في حلول. مثلا قلنا مشكلة الباركينج، مثلا مشكلة الدفع عبر الإنترنت، مثلا في مناطق معينة في العالم لحد الآن ما وصلتها مسألة الدفع عبر الإنترنت، هذا ما زال قطاع كبير. قيم الطلب في السوق والمنافسة والجدوى الاقتصادية. ممكن نبعث إحنا استفتاء لأقرب الناس لنا، لأصدقائنا، لناس موظفين، الرجاء عندك هذه، هل تواجه مشكلة في كذا كذا كذا، ما هي كم مرة تروح أنت للمول للتسوق فبالتالي تحتاج إلى باركينج. نعمل مثل استفتاء. نجي بعدها على البوينت السادسة، إذا أمكن نشوف النقطة السادسة، ضع في اعتبارك مواردك، التمويل. أنا من وين حجيب التمويل؟ هل أنا عندي رأس مال؟ هل والدي حيساعدني؟ هل أصدقائي مستعدين يشاركون معايا في التمويل؟ بعدين عندنا إجراء استفتاء، هذه قلناها إجراء استفتاء. بعدين أخيرا انطلق وجرب على نطاق ضيق. كيف يعني؟ أي كيف يعني؟ الآن مثلا أنا بدأت قبل فترة قلت لك بزنس تعليم لغة عربية، ما رحت وفتحت سنتر لغة عربية رأسا، لا، رحت أجرت استوديوهات صغيرة بمناطق مختلفة وأعطيت فيها لأختبر السوق بالأول، هل هناك طلب أم ليس هناك طلب. بس هو في وجهة نظر دايما متتردد أنه مسألة أنه تبدأ كبير في مجال البزنس ده بيحافظ على استمراريتك وجودك، بس أنا عندي سؤال مهم. هذه منافسة عشان طيب. تكوش على السوق. في سؤال مهم، هل الأهم دايما بتكون الفكرة؟ يعني أنه يكون في فكرة متاحة وقابلة وبتنفع في هذا النطاق، ولا رأس المال؟ رأس المال، التمويل. هناك العديد من الأفكار هي موجودة ومنطرحة مطروحة يعني، بس إذا أنت عندك رأس مال قوي في ناس تساعدك في التمويل ممكن تنجح وتخلص على المنافسة الأخرى. فبالتأكيد رأس المال، إذا عندك حد ينطيك يحط لك 10 مليون دولار بالفكرة مالتك أكيد راح تنجح عن غيرك. فبالتأكيد هو رأس المال أولا والفكرة ثانيا. هناك أرقام مهمة أنه 90% من الشركات الناشئة تفشل. ايوه طبعا، وهذا الشيء اللي نخاف منه يعني. انا عندي راس المال وخلاص وحابب ادخل لكن اني ما درست الخطوات صح. اكثر من 40% من الشركات تفشل بسبب عدم معرفه متطلبات السوق. بالزبط. هذا نمبر 1 سبب للفشل ياتي بعدها التمويل. تانية يعني برضو في مساله انه انت عارفه بعض البلدان في ظل التقلبات سواء الامنيه او السياسيه او شيء من هذا القبيل انه يحافظ على الثبات. ازاي انا بدات المشروع بس عندي مخاوف من التغيرات اللي بتحصل في السوق بشكل مستمر، سواء الاسعار المتعلقه باسعار الاستيراد والتصدير وهكذا، او اسعار العمله الصعبه. شكرا جزيلا. يمكن تكلمنا عنه شويه الحلقه الماضيه والبارحه ايضا كنت اتكلم فيه مع شركه، ولما نتكلم مع صناديق الاستثمارية الرؤساء شو يقول لك لازم يكون عندك بيفت بلان. بيفت يعني تغير، تكون فلكسبل. أنا مو عندي هدف أو خطة معينة بس وأمشي عليها، لا، لازم إحنا يسموها بريادة الأعمال بيفت، يعني القدرة على تغيير الخطة. مثل ما صار بوقت كورونا، كان هناك شركة تسوي ديليفري ما شاء الله الشركة الآن جدا ناجحة، تسوي ديليفري للورود، اجت كورونا بطل احد يطلب ورد، بطل هذا، راحوا سووا واستخدموا الطاقم الموجود عندهم من الباصات اللي كانوا يستخدموها لعمل غسيل لوندري للفنادق، غسيل الشراشف، فغيروا نفسهم مع متطلبات السوق، مع متطلبات السوق. من الامكانيات احنا يكون عندنا هدف عام بس تكون عندنا خطه فلكسبل، خطه مرنه يمكنك من التغيير بحسب ما صارت. قبل كم يوم صار عندنا مثلا الامطار، صار احنا شلون الاقي فكره او الاقي شيء اقدر استفيد من هذا الموقف اللي صار، اقدر استفيد من الكارثه، اقدر استفيد من الوباء. مثل ما هواي الشركات اللي بالوقت الاونلاين طلعت مثلا تدريس عبر الانترنت، المدفوعات الرقميه اللي يقولون يعني رؤساء الشركات الناشئه بالمدفوعات الرقميه، الخطه اللي كان عندهم خلال تحقيقها خلال 4 سنين حققوها خلال 4 اشهر من وراء كورونا. فهم استغلوا المصيبه، استغلوا وأصبحت أمر واقع، بالتالي الناس بتتعامل معه وتعودوا الناس يعني. هذا موضوع جدا ما هو سهل على كثير مقبلين على الاستثمار، وأنه اختيار الشغف واختيار الفريق، ترى هذا أهم ثالث بالزبط. أهم شيء أنه يكون عندك الفريق المؤمن الداعم اللي يقدر يصبر عنده موارد مالية همين، لأنه هواي من الشركات أيضا يعني أهم تكلفتين تتكلف فيها الشركة هو الموقع، اللوكيشن، الإيجار، ولذا اليوم الكثير من الشركات تتجنبه وتروح تبلش أونلاين، وثاني شيء هو فريق العمل، الرواتب اللي تدفعيها. فلازم يكون عندك فريق شوية مؤمن بالشركة وممكن تدفعي له شيرز يعني أسهم مع رواتب بسيطة لحد ما
احنا ما المشروع يكبر نتقلع يعني لا يمشي المشروع. ذكرتي انه متطلبات السوق اهم من الشغف، طب اذا كان هذا المجال اللي انا داخل استثمر فيه انا ما اعرف فيه اي شيء، تجيبي الموظفين اللي يعرفون. ما هنا عرفتي شلون؟ مصاريف تانية لازم هو يعني هي مصاريف ثانية صحيح، بس مثل ما قلنا احنا مثل ما بلشت مثلا شركة كريم اللي اشترتها بعدين اوبر وسووا ملايين الدولارات، اللي بلشوا ما دفعوا لهم رأسا للتيم اللي بلش معهم، اعطوهم ستوكس شيرز، اعطوهم اسهم في أسهم الشركة في اللي بلشوها مع رواتب منخفضة جدا، وبعدين اللي بلشوا معهم. فلازم تختارين الفريق اللي يكون شغوف وداعم لك يعني صراحة. انت عضو في الفريق بالضبط يعني هذا النصائح خاصة بك يا ريم معك سمر علي ماركتك والبلانينج يعني نصائح استفدنا منها كثير. سمر شكرا لوجودك معنا، وسام ايضا شكرا لوجودك معنا.